تقريبا المعاشات، اصحاب المعاشات في حدود 9 مليون تقريبا، لو راحوا مره واحده يصرفوا معاشاتهم سواء ماكينات غيره، اكيد مع انتشار الفيروس ممكن يعمل مشاكل. الحكومه ممثله في وزاره التضامن دكتوره نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، قرروا ان هم ياخدوا احتياطيات في هذا الشهر، وجرى تقسيم المعاش بصورة ما. التفاصيل مع معالي وزيرة التضامن دكتورة نيفين قباج. مساء الخير دكتورة نيفين. مساء النور يا أستاذ خير، أهلا وسهلا بحضرتك وجميع المشاهدين ومصر كلها. كان الله في عونكم، وبنجدد تحية لحضرتك وكل أعضاء حكومة دكتور مدبولي بصراحة. الله يخليك يا فندم، شاكرين أفضل حضرتك وذوق حضرتك، أهلا وسهلا بحضرتك ومصر يا فندم. فيما يتعلق بأهالينا اللي هم أصحاب المعاشات، أنتم قسمتم في الوزارة الأقل من الألف الأكثر، حاجة بهذا الشكل يعني، هل ده هيستمر الشهور القادمة ولا ده ينطبق على هذا الشهر بس؟ أهالينا عايزين يعرفوا. بص يا فندم، هي الأول خالص طبعا هي معظم الناس بتصرف من البريد، إذا كان معاشات أول الشهر، إذا كان دعم نقدي كفل وكرامة نص الشهر، مرتبات آخر الشهر، فالحقيقة مكاتب البريد دائما ما تعج بالناس، ويمكن يعني في هذا العام وفي العام السابق يعني طال أمد الحوار حوالين الشمول المالي وأهمية إن الناس تكون عندها حسابات بنكية، وأهمية إحنا نتعامل إلكتروني، ومسألة إن الناس البسيطة ما بتعرفش تتعامل إلكتروني ما اقدرش اقول انها حقيقه كامله، لان احنا في تكافل وكرامه كانوا الاول قالوا لنا كده، والناس بقى معاها بطاقات صرف وبقت تعرف في الفيزا وبقت تعرف كلمه السر، مع الوقت الناس بتتغير. اللي حصل ان اولا حجم المستفيدين من المعاشات التامينيه 9 مليون تقريبا او وما يزيد قليلا، معنى كده ان 9 او 10 مليون عشر الشعب المصري تقريبا يمتد مكاتب البريد، اللي هم تقريبا 4000 وشويه مكتب، منهم اللي مساحته كبيره ومنهم اللي مساحته صغيره، منهم اللي عليه موظفين كتير وعليه موظف واحد، وبالتالي في ظل الاجراءات الاحترازيه اللي موجوده كان مجازفه كبيره، خاصه ان اصحاب المعاشات من كبار السن اللي هم الفئه اللي المفروض يعني كلنا نحطهم في عينينا دلوقتي صحيح، علشان نحميهم من اي اصابه. فاحنا الحقيقه اولا انا يعني بشكر زمايلي السيد وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت ووزير التنميه المحليه والمحافظين، يعني انا الحقيقه كان ليا الشرف ان احنا نشتغل كلنا وكاننا كلنا وزاره التضامن وكلنا مسؤولين معاشات، يعني ما حد ما شفتش مثلا زميل قال لا ده موضوع التضامن انا ماليش دعوه خالص. المجتمع المدني تعاون معانا، الدكتور عمرو الحقيقه احنا اتفقنا ان احنا ننزل المكاتب يعني الالات اللي هي المكن الصرف من المكاتب للمدارس، لان المدارس مساحتها مفتوحه، الحوش بتاعها كبير، فيها هواء نقدر نحط فيها كراسي انتظار، فكانت خطوه جيده ان احنا نعدد منافذ الصرف مش بس ال 4000 مكتب، المدارس ومراكز الشباب، وطبعا زمايلنا وزير الشباب والتعليم فتحوا المدارس ومراكز الشباب، فده تعدد منافذ الصرف. نمرة اتنين ان احنا نقسمها شرايح، اللي هي علشان اكبر شريحتين اللي هي اقل من 1000 ومن 1000 لاتنين، دول ما ياخد من 4 مليون و4 وشويه مليون مواطن، يعني 50%. 50% تقريبا اللي هم اقل من 2000 جنيه. بعد كده عشان كده عملناهم دول 3 ايام ودول 3 ايام، والباقيين كلهم بقى يعني اعدادهم مش كبيره للدرجه. ثالث اجراء اخذناه ان الحقيقه الساده المحافظين تعاونوا معانا ان هم حطوا كراسي، الجامعات الاهليه نزلت نظمت الناس، كان معاها كحول، كان معاها ماسكات، كانت بتنظم الناس، كان في مايكروفون بينادي على الناس، فطبعا كانت الحمد لله مرت التجربه بنجاح. شويه ناس زعلوا لان هم طبعا اللي بياخد مثلا 7000 جنيه ما خدش في اول 6-7 ايام. فلكن كلنا بنشيل بعض في الظروف دي. صحيح. امكانيه انها تتم في الفتره اللي جايه هنمشي بنفس الوتيره، ولكن اللي احنا بدانا نعمله دلوقتي اللي احنا بدانا نشوف ارقام القوميه، مين عنده موبايل يعني زي موبايل والت اللي هو اللي بيسموها المحفظه
محفظة المحمول، مين عنده حساب بنكي. فبدأنا هننزل بحملة على فتح حسابات بنكية والتحويل بالمحمول والتحويل الإلكتروني، استخراج فيزا ممكن هو نفسه أو ميزا كارد أو إيزي باي، الكروت دي ممكن هو يشتري بيها. فهنبتدي بقى حملات الشمول المالي، عايزين نطلع صحيح. ودي فرصة فرصة حلوة. فرصة الشهرين دول والناس عندها وعي دلوقتي، الناس عندها وعي والناس قلقانة شوية من الزحمة، فهتبتدي تفضل هذا. يعني أنا بقول في قلب كل أزمة تكمن بعض الحاجات الحلوة. صحيح. فبنحاول نطلع منها، فإحنا إن شاء الله الشهر الجاي هنمشي بنفس الطريقة، مع إن إحنا هناخد 3-4 محافظات هنكثف فيها الشمول المالي، بحيث إن إحنا نخلي الناس هتقسموا محافظات الجمهورية على مراحل، ده الصح طبعا. لا هنقسم كمان، يعني هناخد كام محافظة بنحاول نحول بالمحمول، ونحاول نفتح حسابات بريدية بنكية. أسفة، التحويل بالمحمول فكرة مش وحشة، لأنه بياخد الفلوس صحيح هو بيكيشها من جنبه أي من شركات الاتصالات أو شركات الصرف أو فوري، فبرضو فيها منافذ متعددة. فلو صحيح. شوية راحوا البريد وشوية عندهم حساب وشوية سابوا فلوسهم في البنك وشوية تصرفوا بالمحمول، الضغط هيقل شوية. طيب بمناسبة الأخبار السارة، كان في خبر اللي هو قرار السيد رئيس الجمهورية بضم العلاوات الخمسة لعدد من أصحاب المعاشات، يعني ايه الجديد في هذا الموضوع؟ متى سيتم الصرف وتطبيق هذا القرار الجمهوري؟ يعني الحقيقة طبعا احنا من منذ تولي السيد الرئيس من سنة 2014 على طول اخر 14 اول 15 كنا بدأنا برامج حماية اجتماعية، والاهتمام السيد الرئيس بالفئات اللي هم مش بس اللي تحت خط الفقر، اصحاب المعاشات، الصيادين، النساء اللي هم المقترضات، ده كان دايما في توجيهات لينا ان احنا نحيطهم بالحمايه الاقصى حمايه ممكنه علشان نحميهم ان هم يقعوا تحت خط الفقر، وبل بالعكس نخرجهم من صف المخاطر على الاطلاق. يعني بالظبط، وهي عشان كده فعلا هو شعار كان تكافل الكرامه، مصر بلا عوز. الخمس علاوات كان في توصيه في وسط الازمه اللي احنا فيها وحمله التسهيلات والاعفاءات. الحقيقه يعني فخامه الرئيس وجه ان الخمس علاوات اللي طال الامد فيها بين المحاكم وبين المحافل الاعلاميه وبين الوزاره، ان احنا يعني قال ان احنا في هذا الوقت العسير نصدر بصرف النظر عن ان استحقاقهم او غير استحقاقهم، احنا نصدر الخمس علاوات دلوقتي لان الناس بتمر بظروف صعبه. والحقيقه انا عايز حتى في عيد الام والظروف بتاعت شهر مارس ان ننزل للناس بحاجه فعلا يستفيد بيها جزء كبير من المجتمع. اصحاب المعاشات كانوا بيحتلوا اهميه خاصه عندنا، مسألة إن إحنا نضخ في السوق ما يقرب من 35 مليار. تكلفة هذا القرار 35 مليار سنويا. 27 لا سنويا 7 مليار. ولكن الفلوس المجمدة لأصحاب المعاشات من سنة 2006 ل 2015 وهي الفترة التي كان عليها الخلاف 27.8 تقريبا زائد 7 مليار السنوية، يعني معنى كده انها هتبقى 35 مليار. فال 35 مليار ده لما تضخ في الوقت الحالي في السوق المحلي تعمل رواج، هتسعد اصحاب المعاشات، واصحاب المعاشات يهمونا. ويعني في توجيهات من الرئيس. السؤال متى بقى معالي الوزيره؟ المتى المفروض ان احنا ان شاء الله هنبتدي نصرفها في اول شهر 7 مع بدايه السنه الماليه، مبلغ كبير ما كانش معمول حسابه في موازنة هذا العام. يبقى منذ بدء العام المالي الجديد 1/7 بالظبط هتتصرف تدريجيا، بتتقسم على مدار السنة ان الناس تصرف مع المعاش بتاعها، ومع الخمس علاوات نازل كمان ال 14% زيادة سنوية لأصحاب المعاشات كلهم بقى. يعني يمكن اللي هيستفيد من الخمس علاوات 2.4 مليون، لكن اللي هيستفيد من ال 14% ما يخرب 9 وشوية مليون مواطن، دول هيستفيدوا منهم كلهم. في اثر رجعي لهذه القرارات؟ الخمس علاوات فيها اثر رجعي من 2006 ل 2015
يعني اخر واحد دفع اشتراك سنة 2015 لو خرج معاش 2019 وكان ليه الخمس علاوات من فترة هياخدهم، وهو ده اللي بنسميه اللي هو المبلغ المجمد، وهو ده اللي عمل تكلفة عالية 27 مليار. بشكرك. يعني 7 مليار دي كل سنة، لكن المجمد هو اللي عمل الفرق الكبير. بشكرك معالي وزيرة التضامن على هذه التوضيحات الدكتورة نيفين قباش. قرار السيد رئيس الجمهورية اللي بتعلق بالخمس علاوات وضمهم للمعاش هيسري بداية من 1/7. ليه 1/7؟ دي السنة المالية الجديدة، لأن ما كانش معمول حسابهم في السنة المالية الحالية. التكلفة بتتكلم في 35 مليار، يعني وأنا قلت لك قبل كده الحكومة هتجيب منين يعني، لكن إن شاء الله هيتصرف. فيما يتعلق بالتسعة مليون اللي بيصرفوا معاشات، دايما كنا متعودين إن في يوم محدد بتروح تصرف المعاش، لا، نظرا بقى لفيروس كورونا والكلام ده تم تقسيم المعاشات، يعني أقل من 1000 لأيام، من 1000 ل2000 لأيام، من فوق ال2000 لأيام تانية. الحكومة هتسعى ووزارة التضامن إنها تاخد بعض المحافظات تصرف لهم الفلوس، إما عن طريق التليفون المحمول، إما عن طريق طلع لك تفتح لك حسابات بنكية وتحط لك الفلوس فيها وإنت تاخد كارت وتسحب من أي ماكينة يعني. طيب.